بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنكمل تمرين جديد على استنتاج المساقط الثلاثة من المنظور. التمرين ده شرحناه الإيزومتري بتاعه، هتلاقوه في البلاي ليست اللي تحت الفيديو، والفايل بتاعه هتلاقوه برضه في الموضوع اللي تحت الفيديو. زي ما احنا متعودين، أول حاجة بنعملها إن احنا بنحدد الاتجاهات المساقط بتاعتنا فين. اتجاه مسقط الرأس كده ولا كده ولا إيه وضعه؟ هيبقى طبعا كده، إن ده البعد الأكبر بالنسبة لي، يبقى ده الفرونت، ده السايد فيو، وده البيلو. تعالى بعد كده للمرحلة التانية، نقسم اللوح ونحط الأبعاد بتاعتها. لما أجي أبص على الإليفيشن كده، السايد فيو هيبقى كده، هيبقى على يمين، والبلان هيبقى هنا. عرض الشكل ده كام؟ هتلاقيه مديك الحتة دي 63 زائد 29، يبقى عرض الشكل ده كله اللي هو 63 زائد 29 اللي هو 92. بعد كده ارتفاع الشكل ده كام؟ هتلاقيه مديهولك 69. طب عرض الجسم ده قد ايه؟ مديك المسافة دي 40 زائد 29 يبقى 69، يبقى 69. خلاص قسم اللوحة بقى بأي طريقة من اللي احنا شرحناهم واشتغل بعد كده. هتلاقي الطرق دي موجودة في البلاي ليست اللي تحت الفيديو. تعال بص، أول ما شفت بصيت هنا شفت ايه؟ شفت حرف الـ L ده. ال اهو ده كده اللي هو منتج 69 13، انزل كده لحد المدرج 17، امشي كده لحد اخر الشكل هو 92. بعد كده شفت ايه تاني؟ تلاتك ماشي ماشي ماشي. شفت الجزء ده، مقدار الحته دي هنا كده مقدارها 35 من اول الحته دي، يبقى تيجي امشي كده 35 ثم جاي موسع كده. شفت الحته دي من هنا لحد هنا 35 وتوسع، يبقى انت كده عملت الظهر. فين المختفي؟ تعالى امشي هنا كده. اول حاجه هتكون عرفتها في المختفي، ده في ثقب هنا اهو، مختفي اهو. بعد كده في ايه تاني؟ ما بصيت كده شفت، شفت الحته دي مختفي، الحز ده مختفي. على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 21. في اي حاجه تانيه عندك مختفيه؟ مفيش اي حاجه تانيه مختفيه خالص. طب لو واحد قال انا ليك بصيت من ورا، شوف ايه؟ هتشوف كل الكلام ده بالظبط، طبعا الكلام هيبقى معكوس، والحته دي رخله هتبقى منتهيه لانك مش هتشوف الجزء ده، تبص لورا. ده بالنسبه للجزء للفرونت. تعالى بقى بص للسايد فيو، اول حاجه هنكون قلت عليها ايه؟ القعده. يبقى ادي القعده. بعد كده الجزء اللي في الجنب ده اهو اللي هو سمك 13، سمك 13 والارتفاع مع الجزء ده. بعد كده هتبص هنا هتشوف ايه؟ هتشوف الشكل ده. هتشوف الشكل ده اهو. تمشي كده، تيجي من هنا برضه تطلع كده، تمشي كده، تمشي بمقدار هنا مقدار 17، وتنزل كده راسي بمقدار 21، وتمشي كده تسيب هنا 12 توصل دي، وبعد كده تمشي كده بمقدار 30، وانت عندك دي من هنا لهنا 30 توصل دي، يبقى انت عملت دي. ايه تاني اللي ناقص عندك؟ في مختفي هنا اهي، يبقى دي مختفيه عندي، يبقى انا خلاص استنتجت المسقط الجانبي. فيه اي مشاكل؟ مفيش اي مشاكل. طب لو ببص من ورا على المسقط الجانبي هتشوفوا نفس الشكل، لكن دي هتبقى مختفيه، هي ودي، يعني الجزء ده والجزء ده هيبقوا مختفيين. ده بالنسبه للشكل اللي قدام. تعالى بقى بص على الطبق من فوق. اول حاجه عينيا واقف عليها ايه؟ الجزء اللي هنا ده اللي عامل ده حرف الاب ده اهو، في مقدار كام؟ هتلاقي دي 30 ودي 30 خلاص، والسمك ده 13. بعد كده شفت ايه تاني؟ شفت ده انا عندي فتحه ثانيه اهي، هي هنا دي مقدارها قد ايه؟ قيس من هنا وحطها، يعني قيس العرض ده من هنا وحطه هنا بالطول. بعد كده شفت ايه تاني؟ شفت دي اهي، يبقى انا شفت دي ثم الفتحه دي ثم دي. بعد كده اجي شفت ايه تاني؟ شفت اللي بالجنب ده اهو مستطيل. بعد كده شفت ايه تاني؟ شفت ده الجزء ده والكيرف ده، هنا تيجي خط وهنا تيجي خط، والكيرف بتاعك اللي هو 29، يبقى انا عملت الظهر قدام. في ايه تاني؟ في عندي الدايره بتاعتي اهي اللي هي دي، ده بالنسبه لي. في حاجه مختفيه؟ طبعا في حاجه مختفيه، في ده الخطين دول مختفيين، يعني الشكل جه مايل كده، انما لو جاي راسي الخط ده على ده على استقامه واحده، انما دي مالي، فالخطين اللي تحت دول بيبقوا مختفيين. هتيجي من هنا على بعد 12 وتعمل خط مختفي، وكذلك نفس الطريقه تمشي كده 30
تعمل خط من خط. في حاجة تانية ناقصة؟ لا، بص شفت هنا، شفت ده، شفت ده، شفت ده، شفت ده، ولو واحد قال حاجة بص من تحت من الأوضة، شوف إيه؟ أشوف نفس الكلام كل ده، بس كل ده مختفي ما عدا الدرج، يعني كل الكلام من هنا هيبقى مختفي ما عدا الدرج. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نستنتج المصادر الثلاثه من الشكل اللي قدامنا ده. هنتنقل بقى دلوقتي لبرنامج سوليدوركس نوضح عليه الصوره بشكل. خلاص دلوقتي احنا نواجه برنامج سوليدوركس، نبدا نشوف المساقط بتاعتنا ونظهر الخطوط المخفيه. نبدا نشوف المسقط الراسي، اشوف ادا الجزء اللي عامل زي حرف ال اللي هوت، وادا الثقب اللي عندي، وادا الخط بتاع الفتحه الناحيه دي، وادا العصب او الجزء الظهريه اللي ورا. أبص على المسقط الجانبي الأيمن، أشوف أدا القاعدة هيت، ودا العصب أو الجزء الباك المايل، ودا الفتحة بتاعتي اللي فوق، ودا التقب بتاعي. أبص على الباك، أشوف نفس الفرنت بالظبط أو الإليفيشن، لكن الخطوط اللي هنا كلها مخفية. أبص على السايد فيو ليفت، ألاقي شبه الرايت لكن كل الخطوط اللي هنا مخفية. أجيب بقى مساقط مسقط التوب بتاعي اهو، ادي الجزء اللي فوق، وده العصب الجزء اللي عامل زي العصب ورا، وده الجزء الثاني، وده القاعده اهيت والتوب بتاعي اهو. في عندي الخطين المختفيين اللي احنا قلنا عليهم اللي هما بتوع الفتحه المايله. بعد كده هجيب البضم اهوت، بس طبعا لازم يتقفل نفس التوب بالظبط، لكن كل اللي هنا مختفي مفيش ظاهر غير التوب ده. هنيجي بقى نعمل الشكل بتاعنا اهوت، نعمل فيه قطاعات، وليكن انا عايز اعمل قطاع هنا عند مركز الثقب ده. نيجي نبص هتشوف الجزء ده مقطوع، والجزء ده مقطوع لحد الميل بتاع العصب، يعني لما تيجي تقطع العصب ده لحد هنا تاخد ان الطول ده هو اللي هيبقى مقطوع مش كل العصب. طبعا العصب مقطوع في سمكه فهيتهشر. ده بالنسبة للمسقط القطاع الجانبي. عايز تعمل قطع في الطب، هتعمل قطع في الطب مثلا هنا في أي مكان هتلاقي تهشير في الحتة دي. طب لو جيت ترفعه شوية مثلا هتلاقي تهشير في الحتة لحد الميل اللي عندك، والعصب مش متهشر كله، متهشر جزء بس اللي مقطوع عنده. ده في حالة انك هتعمل قطع في الطب. لو عايز اعمل قطع في الاليفيشن هعمل قطع هنا مثلا عند محور التوب ده. تعالى اما نبص هلاقي الجزء ده متهشر وهلاقي الجزء ده اللي متهشر، الباقي كل ده مش متهشر لأنه ما تقطعش. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. نتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير له، سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.